معالي رئيس الحكومة التونسية الموقر، سؤال الأول، لقد اختتمت الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة التونسية السابق إلى الجزائر سيد حمد الجبالي في يناير 2013 بتوقيع على بيان مشترك وجه فيه مسؤولين البلدين نداء للمتعاملين الاقتصاديين قصد تكريس الإرادة السياسية لقادة البلدين في استغلال فرص الاستثمار المتوفرة في إطار البرامج التي تم الاتفاق عليها وفي سياق الاتفاقية التجارية التي تم التوقيع عليها. كيف تقيمون معالي رئيس الحكومة ما أنجز في هذا المجال، خصوصا أن السيد حمد الجبالي كان قد صرح خلال الزيارة أن العلاقات التونسية الجزائرية ستعرف تنسيقا أقوى وإنجازات ميدانية في المدى القريب؟ شكرا، بارك الله فيك. دعني أولا أبعث بتحياتي للأشقاء في الجزائر قيادة وشعبا. أنا هذه أول زيارة أقوم بها كرئيس حكومة، اخترت أن تكون للجزائر الشقيقة نظرا كما تعلم ما يربطنا في تونس والجزائر من ماضي مشترك في نضالنا ضد الاستعمار ومن أجل الاستقلال، وكذلك ما يربطنا في الحاضر والمستقبل من مصالح مشتركة استراتيجية، مصالح تتعلق بشراكتنا في أمننا مشترك، مستقبلنا أيضا في التجاري والصناعي مشترك، فضلا على أننا يعني نحن متصاهرون وشعب واحد، ولابد من أن تكون حركة انسياب المواطنين بين البلدين سلسة وسهلة. ولذلك زيارتي هذه التي هي الأولى للجزائر هي تعبير على المودة وعلى الثقة المتبادلة وعلى العزم الصادق، مثل ما حصل مع السيد رئيس الجمهورية ومع الأخ حماد جبالي قبلي، لتأكيد هذا التمشي وهذا المسار الذي يريد أن يبني شراكة استراتيجية بين بلدينا وبين شعبينا. فيما يتعلق بالنقطة التي أشرت إليها وهي تطور المبادلات، فعلا المبادلات بيننا وبين الأشقاء في الجزائر تطورت كثيرا مقارنة بسنة 2011، والمؤشرات الأولى هذا قلت بين سنة 2012 و2011 وقع تطور ملموس للمبادلات وهناك أفاق رحبة لذلك. وأيضا المؤشرات الأولى في الثلاثية الأولى لهذه السنة ما تزال هذه المبادلات في شكل تصاعدي، وزيارة هذه وزيارة زملائي من الوزراء إلى نظرائهم في الجزائر والزيارة المتبادلة ستساعد بعون الله على تسهيل عملية التبادل في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية، فضلا على رجال الأعمال الخواص. أهم شيء في هذه الزيارة هي أنها زيارة أخوة وتثبيت للثقة المتبادلة وللعزم الصادق للارتقاء بالتعاون بين بلدينا إلى مستويات شراكة استراتيجية مستمرة ودائمة إن شاء الله. ثانيا، هناك بعض الملفات التي سأعرج عليها بمناسبة هذه الزيارة القصيرة تتعلق بمزيد تعميق التعاون الأمني، لأن أمننا مشترك ثاني، وكل ما يتعلق بهذا الموضوع والقطاعات الخاصة به، كذلك فيما يتعلق بموضوع الصناعة والطاقة سنتبادل، ولذلك يرافقني وزير الصناعة كذلك في هذا الموضوع. كذلك سنعرج على عزمنا وعزم إخواننا في الجزائر وهذا اتفاق سابق على بحث تنمية المناطق الحدودية والشراكة بين بلدينا في سائر تلك المناطق الحدودية، وكذلك الجانب التجاري، هذا طبعا فضلا على تسهيل حركة الانسياب بين بلدينا. وبالمناسبة يعني أنا يمكن الأشقاء الجزائريين مرحب بهم في تونس في كل ما يتعلق بالسياحة، وإحنا بصدد اتخاذ كثير من الإجراءات لتسهيل حركة العبور وربح الوقت وتوفير الأمن، وإن شاء الله يشرفونا في زياراتهم الكثيرة خلال هذه الصائفة وفي كل وقت. اتخذ رؤساء حكومات ليبيا وتونس والجزائر خلال اجتماعهم التنسيقي بغدامس في ليبيا في 16 يناير جانفي 2013 عدة تدابير لتأمين الحدود المشتركة من أخطار الإرهاب والجريمة المنظمة، ومن بين هذه التدابير إنشاء آلية للمتابعة على مستوى وزراء الداخلية. ماذا أنجز في هذا المجال بعد انقضاء 3 أشهر من هذا الاجتماع في ظل تنامي ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الأزمة الأمنية ببلدان الساحل؟ صحيح، هناك
الجهة كلها الإقليم كله فيه حرية كثيرة، ولكن أيضا فيه مخاطر إرهابية ومخاطر أمنية. كذلك هناك أيضا الجريمة المنظمة والعابرة للحدود وحتى للقارات، يعني تنتعش في ظل الحرية. لكن التنسيق الأمني بيننا وبين أشقائنا في الجزائر لمحاصرة كل أنواع الجريمة ومحاصرة الإرهاب، واعتبار أمن تونس هو أمن الجزائر وأمن الجزائر هو أمن تونس، هذا جعل المصالح المشتركة والوزارات المعنية قد تقدمت شوطا مهما في هذا التعاون، وما زال أمامنا شوط آخر سنتقدم فيه، وكذا الشأن مع الأشقاء في ليبيا. وآمل أنه كلما تقدمنا كلما أمكن لسائر هذه القطاعات أن تنسق جهودها وأن تحاصر هذه الجريمة. وأنا متفائل بشأن هذا التعاون الذي هو جيد وقابل لأن يصبح أكثر جودة. كما تعلم فإن الرئيس محمد المنصف المرزوقي جعل من تحريك المغرب العربي وعقد القمة المغاربية جعل منها مهمة رئيسية له، وبذل وما يزال يبذل جهودا كبيرة. وكذا الشأن بالنسبة للأخ حماد جبالي رئيس الحكومة السابق. نحن متفائلون لاسيما وأن الأشقاء في الجزائر كانوا عبروا منذ البداية على مساندتهم لعقد هذه القمة في تونس، وحاليا رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تعمل ما في وسعها لتوفير الظروف لعقد هذه القمة في أقرب الأجال وتوفير ظروف نجاحها، وإن شاء الله تعقد في قادم الأشهر في تونس إن شاء الله. سيدي رئيس الحكومة، لقد عبر عدد من مكونات المجتمع المدني التونسي عن مساندته وتأييده لنضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره تطبيقا لقرارات الأمم المتحدة. في هذا المجال كيف تنظرون معالي رئيس الحكومة إلى هذا الموقف المتخذ من طرف اللجنة التونسية التي شكلت لهذا الغرض والتي تتكون من بعض مكونات المجتمع المدني؟ وهل ستعترف الحكومة التونسية بجبهة بوليزاريو كممثل شرعي للشعب الصحراوي؟ كما تعلم فإن هذا الموضوع له عدة أبعاد، ونحن مع كل ما يمكن أن ييسر حراك المغرب العربي وانطلاقه لبناء تلبية لمطالب شعوب ولنضالات أجيال. في هذا الموضوع بالذات نحن في تونس مع كل حل عادل منصف ويحظى بثقة الأطراف وقبولها، ولذلك دورنا مع أشقائنا في الجزائر وفي المغرب هو تسهيل الوصول إلى حلول تلائم كل الأطراف وتدفع بنا إلى الأمام. آخر سؤال إذا سمحتم سيدي الكريم، أين وصل المسار الجاري في تونس لاستكمال وإتمام المرحلة الانتقالية ومن أجل المضي قدما في بناء المؤسسات الدستورية القارة؟ نحن نتقدم أشواطا رغم كثير من الصعوبات في هذه المرحلة الانتقالية. حاليا عندنا وضوح سياسي في أننا في أفق شهر ديسمبر القادم نكون قد أنجزنا الدستور وأعددنا القانون الانتخابي وأوجدنا الهياكل التي تشرف على الانتخابات وأنجزنا الانتخابات الرئاسية والتشريعية قبل موفى 2013 بعون الله. ولذلك كل الأطراف السياسية والاجتماعية والمجلس الوطني التأسيسي ورئاسة الجمهورية والحكومة كلها تعمل من أجل توفير أفضل الظروف والوصول إلى أفضل التوافقات والإعداد التنظيمي والأمني لهذه المواعيد الأساسية للوصول إلى مؤسسات دائمة وتوافقات كبيرة في أغلب النقاط الكبرى. كذلك الشأن نشتغل على مستوى الجانب الاقتصادي الاجتماعي، وهو أمر ملح بالنسبة إلينا كما تعلم، لأن الثورة التونسية قامت على من أجل توفير الحرية وتوفير العدالة الاجتماعية والتنمية وضد الفساد وضد الاستبداد، ولذلك هذا الجانب الاقتصادي الاجتماعي يمثل أولوية أيضا تماما مثل الجانب الوضوح السياسي والنجاح في المرحلة الانتقالية. مضاف إليه طبعا الجانب الأمني المتعلق ببسط الأمن وحماية تونس من كل المخاطر التي يمكن أن تأتي لا قدر الله من الداخل كما من الخارج.